نكمل على الفيديو السابق. آخر شيء وصلنا إلى هذه المعادلة. هذه المعادلة، وقلنا أريد نعوض العفو إلى المعادلة هذه، راح نعوض بالواي قيمتها. الواي قيمتها هي من المعادلة رقم 5. هذه معادلة رقم 5، هذه نجي نعوضها بالمعادلة. نجي نعوضها بالمعادلة، هنا يصير W هرميشن في H X plus N. هنا نوزع ال W على القوس، فهنا راح يطلع لي W هرميشن في H في X plus W هرميشن في N. هنا عندي noise component و signal component. زين، هسه احنا قلنا بهذا الفيديو اريد نوصل الى معادلة السيجنال تو نويز ريشيو بدلالة الويت. فبالبداية لازم نكتب المعادلة العامة للسيجنال تو نويز ريشيو اللي هي عبارة عن السيجنال باور وعلى النويز باور. فهسه شنو لازم نطلع؟ لازم نطلع السيجنال باور والنويز باور ونجي نعوضها بهذه المعادلة. اما راح نطلعها، راح نطلعها من المعادلة السابقة اللي هي من جزء السيجنال كومبوننت والنويز كومبوننت. Expected value signal power هي عبارة عن expected value لهذا الجزء الـ signal component أس تربيع. هذا الجزء راح أطلعه من الـ expected، راح أضربه بالـ expected value للـ x. الـ x هنا أنا كاتبت لكم note expected value هو المين. كاتبت لكم note expected بين قوسين value تربيع هي عبارة عن الـ average power. فهنا أنا عندي احنا نعرف انه اخذنا بداية المحاضرة قلنا انه الx هي binary bsk تكون اما جذر في minus او plus. هنا عندي تربيع فراح يبقى فقط p، راح اجي اعوضها بالمعادلة وراح تطلع لي هنا signal power معادلة رقم 11. زين، نفس الشيء بالنسبة للنويز باور، اخذ expected value للنويز باور، بس هنا انا شنو، هنا عندي W هرميشن في N تربيع. هنا هذه راح افكها، شلون راح افكها؟ احنا نعرف انه W وال N هي عبارة عن complex vector، وايضا احنا نعرف انه ال complex number من ينضرب في conjugate لنفسه يطلع لي تربيع. فانا هنا نفس الشيء راح اسوي هذه العملية لكن فقط افكها، حيصير term بدون conjugate في مضروب term conjugate راح يرجع نفسه تربيع. لا يعني راح الغرض